برنامجكم الأسبوعي بروبلام رياضي. بروبلام رياضي نحاول من خلاله أن نناقش دائما مواضيع الساعة، نتحدث عن الرياضة المغربية. اليوم سنناقش منتخب الفتيان على اعتبار أنه سيدخل غمار منافسة كأس إفريقيا اللي غتنظم بالمغرب، مناصفة بين مراكش والبيضاء. لهذا الموضوع سعيد بأن استضيف لحضراتكم زميل صحفي كريم حضري، صحفي بشدة فام. مرحبا بك كريم. بس مفتاح، وتحية لك ولكل الزملاء التقنيين والصحفيين في هذا المشروع الجميل، وايضا لكل المشاهدين عبر شوف تي في. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وسعيد ايضا استضيف لحضراتكم الاطار الوطني حميد ورقه. مرحبا بك سي حميد. اهلا وتحيه لجميع المشاهدين شوف تي في، ونتمنى نكونوا ضيوف خفيفين يضل عليكم. مرحبا. اذا الموضوع اللي غنناقشوا اليوم هو موضوع ديال المنتخب ديال الفتيان على اعتبار انه غيدخل المنافسات الافريقيه، خاصة المشكل اللي تكلم عليه الكل هو الاستعدادات كانت باللاعب المحلي، ولكن لما قرب الوقت اننا ندخلوا للمنافسة استدعينا 16 لاعب محترف. سي حميد، كيفاش كتشوف هذه القضية من مبدأك كإطار وطني؟ أولا الجواب على هذا السؤال يمكن غادي ترجع به الذاكرة شي شوية لله، التصريح ديال الناخب الوطني عبد الله الإدريسي اللي كان تكلم مؤخرا قبل من باش يديروا هذه العملية ديال التنقيب، فقال بأن العمليه جات شويه متاخره، كان المفروض تكون اقل شيء واحد 6 شهور قبل او سنه، ولكن قال لك غادي نعملوا بالامور اللي راه عندنا وما نقدروش نديروا شي حاجه غير. هنا كيطرح سؤال يعني ديال تكوين اللاعب والمستقبل ديال اللاعبين، وبالاخص الاقل من 17 سنه. حنا كنعرفوا هذه تقريبا سنتين بان حنا غادي نضموا الكاس الافريقيه في بلادنا، فكان المفروض انا في نظري شخصيا حتى انا وكنشاطر سعد الله الادريسي الراي هو ان كانت الامور تمشي يعني قبل، لان تم التهيئ لهذا الكاس الافريقيه بلاعبين محليين، الناخب الوطني قام بعمل، كان برنامج في الاخير كنلقاو بان ملي كتجيب 16 لاعب على شهر تقريبا من تلقى الدوري، بان اللاعب المحلي لا وجود له وسط هذا المنتخب. هنا كتطرح سؤال ديال الغد، ما هو مستقبل هاد اللاعبين؟ غنتكلم ماشي بالضبط على اللاعب المحلي، ولكن حتى هاد اللاعب اللي جاي من اوروبا. لان جرات العاده باننا كنمشيو دائما بالظرفيه اكثر من هو تكوين ديال المستقبل، والظرفيه يمكن حنا مازال كنعيشوها. كنتكلموا على كاس افريقيا، جينا لاعبين، واش هاد اللاعبين حتى اللي كيمارسوا في اوروبا غادي نستعنوا بهم مثلا في المنتخبات الجايه؟ في المنتخبات. وهنا كيبقى السؤال ديال اش بغينا، واش نديو كاس افريقيا ديال اقل من 17 سنه ولو نتأهلوا حتى لكأس العالم ويغيب هذا المنتخب، او نكونوا منتخب او جيل صاعد للمنتخب الاول، لان في الاخير كنبقاو بهذه المنتخبات وبالاخص في المراحل السنيه باش نوصلوا لاعبين بقيمه كبيره للمنتخب الاول. نعم، هذا هو السؤال اللي بغيت نطرح على كريم، هو انه الان يعني لما كنجيبوا 16 محترف يعني الظرف النفسيه ديال اللاعب المحلي اللي سنتين هو كيستعد، شنو يكون كرد فعل ديال اللاعب ولا ديال اولياء الامور ديالهم؟ كيفاش كت نعم هو سي مفتاح اليوم قبل ما نجاوب على التساؤل حول هاد اللاعبين ولا التساؤل اللي طرحه سي حميد ورقه، اليوم خصنا نعرفوا شنو كنديروا، لانه تسالوا هاد كاس افريقيا الفتيان واش حنا نظمناها باش ننظموها ولا باش ندموها ولا باش نديوها ولا شنو واقع. حنا كنا اليوم كنتكلموا على 16 لاعب، ولا سي عبد الله الادريسي خدام عامين وكيبحث، ولكن اليوم في الحقيقه شكون هو المدرب ديال المنتخب المغربي الفتيان؟ واش هو عبد الله الادريسي ولا هو بيم فيربيك؟ انه الامر كيف موقع مع الفتيان، مع الشبان، مع الاولمبي. دائما كانوا عندنا مدربين مغاربه اللي كنحترموهم، لا سي الادريسي ولا سي حسن بن بيشا ولا حتى سي حميد ورقه لما كان في الاولمبي، الناس اللي كان عندهم واحد العمل على مدى طويل، عام عامين وثلاث سنين وكيقلبوا على الناس. كنجيو حنا قبل اسبوعين ولا اسبوع من المسابقه الرسميه كيجينا سوبرمان، هذاك واحد الرجل مخيف سميتو بيم فيربيك، ما فهمتش اللي كيجيبها. حتى لما كتوقع واحد الحاجه شي يوم كتجيك تلقاو بيم فيربيك هو مدرب المنتخب المغربي الفتيان، عبد الله ادريسي هو مدرب المنتخب المغربي الفتيان. حتى مثلا حنا كصحفيين كنلقاو احراج، بقاو واش شنو غادي نقول، واش هذا المساعد ديالو ولا هذاك مدرب المنتخبات الوطنيه؟ شنو هو الدور ديال المدرب اصلا؟ غادي نشوفوا الجامعه ما عندهاش مشكل لا تحاسب، وصلنا للاولمبيين ويبان فيربيك اللي كان في سبات طويل
قال لعبد الله الادريسي ولا شوف واش قال له ولا ما تكلمش معاه اصلا. هذيك الخدمه اللي درتها السي الادريسي غير خليها تتسالي الكاس الافريقيه وعاد اجي نشتغلوا بها. اما عندي واحد 16 لاعب كاينين في اوروبا هذوك مغاربه وليداتنا وحنا ما مكرهناش نفرحوا بهم ويكونوا في المنتخب الاول، ولكن منين جاوا؟ واش الادريسي كيشتغل سنين كيوجد اللاعبين؟ اليوم جبنا 16 لاعب، مدى جاهزيتهم؟ واش هما اللاعبين المناسبين؟ حنا ما ندافعوش حتى على اللاعب المحلي، حنا نكونوا براغماتيكيين سيدي وبغينا فريق يدي لنا البطوله. واش هاد 16 لاعب اللي كاينين اليوم اللي هما في اوروبا احسن من هاد اللاعبين اللي كاينين في الدوري المحلي؟ واش هما الانسب باش يكونوا في المنتخب؟ حتى لو يعني كانوا يعني احسن، ولكن فين هو الانسجام اللي حنا كنبحثوا عليه؟ لان ملي كي غير الا سمحتي لي يعني كاين واحد التساؤل اللي كيتطرح، كنتكلموا على مدير تقني نعم اولا مدير رياضي، وكنتكلموا على العمل والسياسه التقنيه، لان هذا هو المبدا. ملي كنتكلم على مدير رياضي او مدير تقني كنتكلم على سياسه تقنيه. لا حتى بحكم انه احنا بحكم انه عشرتي بك، يعني شنو هو الجمهور كيتسائل الدور ديال فيربيك؟ شنو هو دائما يتدخل في المنتخبات في الظرفيه؟ انا كنت انا عانيت منها قبل، هي انا ملي كنتكلموا على المدير الرياضي والمدرب، واش دابا عبد الادريسي هو المدرب ديال المنتخب الفتيان او المدير الرياضي؟ لان ملي تكلمت انا في الاول وجبت التصريح تكلمت عليه ديال عبد الادريسي كيبان بشكل واضح، وما بغيتش نقول ضمني، بشكل واضح بانه غير موافق وانه ما متفقش بتاتا لان على هذه العمليه اللي تقامت. اذا مرغم، فاذا كان مرغم هنا كيتطرح السؤال اش بغينا بالسياسه ديال بيم فيرباك في المغرب؟ واش نجح لنا ولا ما نجحش لنا؟ اذا كان اقرب الناس ديال هذه المرحله السنيه اللي غتلعب على ابواب الكاس الافريقيه غير راضي وغير مرتاح في هذه المساله. ولكن بهنا يعني علاش الادريسي ما يخرجش ويقول هذا الكلام؟ يعني ما يمكنش انا غنشوف واحد الوضع اللي ما راضيش عليه وغنبقى جالس كنقول داك الشيء، فهمت؟ نشوف المرحله شنو ممكن تعطي. ندافع على عبد الله الادريسي، ولكن انا غادي نجاوب نفس الشيء يمكن اللي كان وقع لي انا قبل العاب اولمبيه بشهر قبل. انا تفاديت انني نعمل اي تصريح لمده ديال تقريبا 6 شهور ولا 4 شهور وما بغيت نتكلم مع حتى حد، وبالاخص قبل الاولمبيه ديال لندن، باش تفادى داك المشاكل اللي ممكن انها تاثر على الاستعدادات ديال المنتخب. نعم. والنتائج، لان كنعرف هذه المساله، لان اللي غادي يؤدي الثمن غالي ديال الامور كيبقى دائما هو الاطار المغربي. نعم. لان في الاخير هذاك الاطار الاجنبي عنده واحد العقد اللي كيربطه بقوه وكيحميه اكثر. نعم. على الاطار المغربي. نعم. هنا اللي نبغي نتساءل فيه هو ان لا قدر الله، نتمنوا اننا ان شاء الله نكونوا في النهايه ان شاء الله، لما لا، لان رغم هذا كله ممكن نقول حاجه ماشي مجامله لاي واحد، لان الجامعه كتوفر جميع الظروف للاستعداد، من ضمنها ملي كنقولوا 16 لاعب او اكثر اللي جاوا. ما حنا ما عندناش مشكل في الفلوس جميع الفئات، يعني وفرات الظروف، ماشي هذا هو المشكل ديال الكره المغربيه. اللي نبغي نقول هو ان لا قدر الله ما كانش نتائج في المتطلع ديال اللي كيطلع عليها الشعب المغربي ولا المتتبع المغربي، واش غنحملوا لعبد الله الادريسي المسؤوليه ولا لبين فيغبك؟ نعم، وهذا سؤال وجيه السؤال الكريم. سؤال دابا انا غادي نسولك، واش دابا كتضحك معنا ولا بغيت تضحكنا؟ دابا انت كتقول لي الفتيان وغادي ما يديوش الكاس لمن غنحملوا المسؤوليه، اما المنتخب الاول على قدو دار فضيحه، فاش كنت تكلم على شي مسؤوليه ولا دواء على شي حاجه؟ المنتخب الاولمبي ها هو عرفتي الفتيان؟ نقول لك واحد الحاجه والله بسيطه، شي نخرجوا من الدور الاول ولا نخسروا بخمسه ولا نربحوا، المهم لا ربحنا غيحاولوا يركبوا على ان هناك عمل قاعدي، واخا هو ما كاينش عمل قاعدي، ان العمل القاعدي ماشي هو في شهر جيب 16 لاعب. لو كانت النتيجه سلبيه حتى حد ما غيتكلم عليها، شوف تكون هذه مرحله اعداديه المراحل المستقبليه حتى حد ما غادي يدوي. اما نتفوز بالكاس الافريقيه ومن بعد غادي نرجع للانجاز اللي دار سي فتحي جمال ووصل لكاس العالم، هذيك المجموعه ما غنقولش فين مشات، ولكن غادي نقول هذوك اللاعبين وصلوا لواحد شيء ما، كاين لاعبين اللي وصلوا ومشاو لاوروبا ولعبوا الى اخره، ولكن المشكل هو الحالي دابا اللي كنتكلموا، لان الظروف مواتيه والامكانيات متوفره، فالمفروض وكنعانيو من مشكل كبير وكبير وتخلق مؤخرا وكنعانيو منه، كان المفروض بهذه المرحله اننا نحلوا المشكل. شنو هو المشكل؟ هو المشكل اللي تخلق بين لاعب ما يسمى لاعب محلي ولاعب اللي كيمارس في اوروبا. جاوب حتى على السؤال ديال المفتاح، اليوم شنو هو الدور اللي كتحملوا الاوطو الوطني والمدربين المغاربه اللي مسايرين فيربيك في هذا الشيء اللي هو كيقوم به وما يسجلوش موقف يحسب لهم؟ واحد المساله اللي هي مهمه اليوم وخطيره،
انه لواحد الدرجه انا كمغربي انا ماشي مدرب، ولكن كنشني واحد الغيره كبيره على اولاد بلادي، كنحس بالحقره صراحه، لا مع سي ورقه ولا مع الادريسي. فسيد ناس تلقاو التكوين ديالهم في احسن معهد ديال التدريب في المغرب على يد اساتذه زعما اكفاء وناس محترمين جدا، كيشتغل واحد المده طويله، كيجي فيرب كيقول ليه حاجه من الجوج، يا اما هذاك الشيء العمل اللي درتيه راه غير تخربيق وغير صالح، دوك اللاعبين اللي جبتي كلهم ماشي هما هذوك، انا غنجيب 16 لاعب وانا هو اللي كنعرف. هنا احتقار لهذا المدرب وضرب العمل ديالو كامل. ويا اما كيجي كيقول ليه راه انت راه ماشي الكومبيتيسيون، انت راك خدام في العام، ولكن ملي تكون البطوله انا هو اللي في الواجهه وانا هو اللي غنجيب الفريق. المحلي الان هو محبط، لان باش تستعد به سنتين وتجيب لاعب محترف. ولكن السؤال اللي بغيت نطرح انا على حميد، وكنتي قلتي قبيله، هو علاش الانجاز كنسبوه لفيربيك مثلا والاخفاق كنسبوه للاطار الوطني؟ لا لا لا، في حاله الا كان شي انجاز. الاخ مفتاح يمكن في الاوف كنا تكلمنا على واحد المساله رجعت بيا الذاكره للسي سالم المحمودي في التحليل ديالو، قال واحد الكلمه، قال المدرب المغربي فاشل حتى يثبت العكس، والمغرب الاجنبي ناجح حتى يثبت العكس. المفروض ما نهربوش من التحليل باش نقول السؤال. المشكل الكبير اللي غادي تعاني منه انا كما كانت النتيجه، غادي يبقى السؤال اللي هضرنا عليه كاملين واللي هو تكلم عليه الاخ مفتاح، هو الاحباط ديال هذوك اللاعبين. نعم. دابا كنا كنتكلموا من قبل على عدم الثقه اللي كياخذ اللاعب اللي كيجي من اوروبا، بحكم اننا كنجيبوه في واحد الظرفيه وكنساوه، لاعبين كثار مثلا فينا هو بيضاوي اللي كان معنا في المنتخب الاولمبي، فينا هو ياسين خروبي غير بين قوسين الا سمحتي لي. نعم تفضل. ملي مشيت باش الجوله في اوروبا فاش نقنع الانديه، لان في الظرفيه اللي لعبنا فيها الكاس الافريقيه هنا في المغرب كانت ماشي تاريخ فيفا، ففي الجوله من ضمن الجوله اللي درت تكلمت، مشيت للفريق ديال كيفيلي ديال خروبي، المدرب ديالو فاجئني كيقول لي عندكم لاعب اللي الوطنيه ديالو فاق التصور ديالي انا كفرنسي، قال لي لاعب اللي كبر في فرنسا وعاش تزاد فرنسا وكبر فرنسا، وبانه ملي مجا من كانكون كان الشرط الوحيد ديالو وجاو عنده انديه وما قبلوش الشرط ديالو هو انه يطلقوه في اي وقت اللي كنا تمت المنادات عليه للمنتخب المغربي، واخا ما تكونش ضد فيفا، واخا ما تكونش ضد فيفا هذا شرط، ما ناقش الفلوس، ناقش انه يمشي للمنتخب المغربي. المؤسف هو ان هذاك اللاعب عمل معنا الاقصائيات ولكن ما لعبش الاولمبياد، وفي نفس الوقت فينا هو في الفريق الاول. هذا سؤال اللي قلتيه قبيله على حتى على هذوك اللاعبين اللي غادي يجوا من اوروبا، اشنو هو المستقبل ديالهم؟ انا غادي نقول لك دابا بحال اللي قال سي مفتاح، هذوك اللاعبين المحليين دابا اللي هيئهم السي عبد الله الادريسي مده ديال سنه او سنه ونص، وجيتي في اخر واحد وصفتيهم، راه غادي يعانيوا نفس الشيء اللي عانوا هذوك ديال اوروبا. هنا فين طرحت السؤال ديال انه علاش الاطار الوطني ما يخرجش يوضح شنو كاين؟ مزيان، انا غنجاوبك على هذه وغنجاوب بالاخص على نفسي انا اكثر من اللي وحتى احتراما للعقد ديالكم، لان انت مثلا كمدرب وهنا انت ماشي كنوجه لك الحديث بشكل مباشر، لانك انت عشتي التجربه وربما ينطبق عليك نفس الشيء اللي كيعيشوا اليوم الادريسي ولا بن عبيشه، ان عندك صلاحيات، عندك مدرب يعني ابسط هذه خدمتك، كتوجد فريق وكتلعب، فملي كيجي الانسان كيتعامل معك بهذه الطريقه فهو كيقلل منك، كينقص من الخدمه ديالك، كيدخل فيك، يعني خصك انت تكون صارم. انا حاليا انا عبد الله الادريسي ما يمكنش لي نقول اش واقع بينه وبين، نقدر نفهم اللي من التصريح ديالو المغزى، نقدر نوضحو واضح. انا غنتكلم على نفسي باش نكون واضح وما نتهربش من الجواب. انا ملي كنت مع بين فيربيك كان خلاف دائم بينه وبينه، المشكل هو انني ما يمكنش ليا بحكم احترافيتي وبحكم عقدي مع الجامعه، ما يمكنش اي خلاف بيني وبين بين فيربيك غادي نخرج للصحافه ونقول لهم انا راني مختلف، ولكن لا. انا مشيت في الطريق الاداري والطريق الاحترافي اللي خصني ندير فيه. كان عندي اجتماع مع قبل البطوله الافريقيه اللي تلعبات المؤهله للاولمبياد لندن مع الكاتب العام السي العليشي، كان عندي اجتماع مع السي كريم عالم، الكل كان بعلم على داكشي اللي وقع في المنتخب الاولمبي. ادهم من هذا هو ان المشكل اللي كان بيني وبينه مشكل كبير بين يعني انت خبرتي الجامعه بكل شيء؟ انا خبرت الجامعه بكل شيء، وكنت
ويمكن اللعابه راه ويمكن اللعابه انا ملي كانوا الاقصائيات من المباراه ديال المزمزريات ويمكن حتى اللاعبين راهما واعيين بهذه المساله. وانتم كصحفيين ممكن تطرحوا هذا السؤال لان كان خلاف دائم بينه وبينه وبالاخص فيما يخص الكميه اللي كتجي من اللاعبين من اوروبا واللاعبين اللي كانوا كيتهمشوا في المحليين. النقاش في حد ذاته والخلاف اللي كان هو ان بيفيرمي في هذاك الوقت بغى يحملني مسؤوليه اداريه اللي ماشي هي من اختصاصي. ملي كيقول لي العقود ازدياد هاد اللاعبين ما اتصلتوش بهم ما درتوش هذاك ماشي شغلي. والوقت ملي قلت له ماشي شغلي تما فين تم يمكن طريقه الجواب وباش جاوبني حتى هو ما عجبتيش ونط وخليته انايا يمكن ما عجبتوش هذاك التصرف ديالي ما عجبوش حيت انا اصلا في الاول التصرف ديالو ما عجبنيش. العقد اللي رابط بين فيرباك مع الجامعه كتعطيه السلطه انه هو اللي كيتحكم في هذوك المدربين لان العقود اللي عندنا حنا اللي كانت عندنا واللي عند المدربين الوطنيين اللي كاينين دابا هي عقد ديال مدرب وطني راه اشارات الاداره التقنيه. السؤال اللي غنطرح لكريم يعني كريم انت كيفاش كتشوف الى اي حد يبقى هذا فيرباك دير هذه الزوبعه كامله في المنتخبات في نظرك انت واش ان الجامعه ما يمكنش تدخل في هذه الامور لما كتشوف ان بحال هذه المسائل تفرض على هذا تحيد هذا تجيب هذه واش ما كاينش اللي يتكلم مع فيرباك؟ هو المشكل راه اكبر من فيرباك هو نموذج ديال فشل السياسه الكرويه في البلاد. فيرباك ما هو الا نقطه من بزاف المسائل. لما اليوم السي حامد الورقه كيتكلم لك على الاداره التقنيه، اول حاجه حنا كنتكلموا على الفئات الصغرى، الفئات الصغرى فيها جوج المدربين اللي هما عبد الله الادريسي والسي حسن بن عبيشه. اكثر من هذا ان السي حسن بن عبيشه راه مدير تقني ديال فريق الوداد البيضاوي يعني ما متفرجش حتى المنتخبات. كان السي حامد الورقه ما بقاش كاين فيرباك اللي ما عرفناش شنو هو الدور ديالو اصلا الحقيقي. ولما كنتكلموا على الاداره التقنيه فلما كتجي الجامعه كتلقى المدير التقني هو بيير مورلون ما عرفناش حتى هو فينا هو هذاك السيد ولا شنو اللي كيدير ولا شنو واقع. فما عندناش منتخبات لانه اليوم انا بالنسبه لي ما عندناش منتخب ديال الفتيان. انك لما كتقول لي منتخب تجمع في شهر جمع 16 لاعبين باكيج من سوبر مارشي راه ماشي منتخب. هذا منتخب كيتخدم على الاقل عنده سنه ديال الاشتغال، هذا ماشي منتخب. هادو لاعبين لقطناهم جمعناهم من كل بلاصه، حنا ما عارفينش المستوى ديالهم الحقيقي الان، نشوفوهم الله يسهل عليهم. كاين ما عندناش منتخبات. في الاولمبي نفس الشيء، المنتخب الاول هذيك مصيبه اخرى. ملي كنبقاو غاديين وحنا طالعين وكنبحثوا على سبب الخلل، سبب المشكل. انا كنتكلموا فيرباك شنو غادي نلقاو؟ ما عندناش اداره تقنيه وما عندناش مدربين لانه اصلا ما عندناش جامعه. او الاصح عندنا جامعه مجنونه. ممكن اليوم ان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم مصابه بالجنون. تجيب فيرباك براتب شهريه فوق 100 مليون سنتيم في المغرب. هذه وحدها قمه الجنون. الكره مهمه، تسير الشان الكروي مهم، خاصنا كفاءات. فوق 100 مليون راه تجيب لك عشرات المدربين المغاربه سي وركه ياك بكفاءه عاليه. فهذه نقطه. النقطه الثانيه المنح والامتيازات اللي عند فيرباك ممكن ما عندش رئيس الجامعه. والاكثر من هذا السلطه اللي عند فيرباك على المدربين وعلى المنتخبات اكبر من سلطه الجامعه. والجامعه الا بغات تقول لي شي حاجه فخصها تخلص ليه ما لا يقل عن 3 مليار لفسخ العقد. ان السيد غادي معك حتى 2014. فنرجعوا لاصل المشكل شنو هو؟ ما عندناش اداره تقنيه، انه المشكل جاي من الجامعه. ما عندناش جامعه اصلا. غادي نرجعوا للسلطه ديال فيرباك ونتحدثوا فيها ومن بعد ذلك نتحدثوا في الحظوظ ديال المنتخب ديال في هذه الدوره ان شاء الله. اذا مشاهدي شوف تي في مازال مستمرين معكم، فاصل اعلاني وبعد ذلك غادي نرجعوا باش نواصلوا حلقه اليوم من بروبلام رياضي. إذا مشاهدي شوف تي في عدنا لكم لتتمة برنامج بروبلام رياضي وتوقفنا عند فيرباك. هنا السؤال اللي كيطرح كريم يعني من يحاسب هذا السيد هذا الشخص هذا؟ هو شوف من باب الدعابة اليوم فالشارع المغربي والمنتديات الاجتماعية بيم فيرباك راه ولا معروف زعما بفان دام وبواحد المسميات أخرى دليلا على قوة وسلطوية هذا الرجل. لا مع الناس ديال الجامعه ولا الاداره التقنيه ولا اللاعبين ولا الصحافه. والاحداث زعما اللي وقعت شاهده على كل هذا، منها ما حدث في مدينه طنجه. المشكل هو ان الجامعه، انا علاش كنقول لك ان الجامعه عندنا مجنونه، الله يشافيهم ساكن، راهم كيجيو كيحطوا راسهم تحت السكين
راه الجامعه ما الغالب الله كيف موقع لها مع غيرت راه فاش جات راه لو تشوف العقود اللي كتوقعهم احنا بطبيعه الحال ما عندناش العقود لانها من اسرار الدوله ولكن غير المسائل اللي كتعرفها اقل شيء سيد عنده راتب شهري يتجاوز 100 مليون سنتيم يعني سنويا عنده مليار و200 مليون اليوم احنا في 2013 مازال ليه هو حتى 2014 تقريبا مازال ليه واحد سنتين هاد سنتين الى جا اليوم الجامعه وقفت مع الشغال خاصها تعطيه دابا الرواتب المتبقيه اللي هي تقريبا 2 مليار ونص يعني هذا يعني اقل شيء للجامعه بالنسبه لها كيكون راضي عليها خليه يخدم الى جانب هذا هذوك الناس المحترفين وسي حميد وركاع عارفه ان ملي كنجي عنده للبلاد كنحقر عليه وكيتعاطف معايا وكنتعاونوا عافاك سي حميد وغير هذا ودوز هذا العقد هكا الاجنبي ما كيتفاهمش معك في هذه المسائل ابسط الاشياء ممكن يكتبها نوعيه المال اللي تجيب ليه في المنزل ديالو ممكن يكتبها في العقد جيب لي هذه حط لي هذه فبالتالي اي اخلال ولو بسيط بهاد العقود بنود العقد كتخليك انت اللي في وضع حرج فالجامعه راه ما كرهاتش دير شي حاجه ولكن خصنا نعرفوا انه حتى هاد الناس كيجيوك تكون سلطتهم اقوى غيرت لما مشى ما مشاش لان الجامعه قويه وقدرت مشى لانه استنفد اوراقه لانه فشل انه حتى هو ما بقاش عنده ما يزيد وانا داك نلقى واحد التخريجه كتكون واحد المساومه على مبلغ مالي وسط اللي نشتغلوا به ف فيبيك بلانا به الله وهاد الناس جابوه لنا ما عندنا ما نديرو خلاها سي حميد ورقه خصنا ندوزو هادشي باللي عطى الله ولكن نستافدو غير من الدروس ديالنا انا عندي نقطه واحده دائما كنتكلموا على اصلاح الشان الكروي المغربي والرياضي كامل هنا كنستحضر حتى التجربه ديال البطل العالمي سعيد عويطه لما جا كمدير تقني في جامعه العاب القوى هذه واحد 4 سنين تقريبا او 5 سنين فاش جاي خصنا نقول لهم نساو الالعاب الاولمبيه نساو الميداليه الذهبيه انا غادي نشتغل مع واحد جوج فئات وسماها البطل الاولمبي هما فئات ديال اقل من 10 سنوات واقل من 13 سنه اللي غيهيئهم على مدى 5 سنين ومدى 10 سنين باش يكونوا جاهزين من هنا 2016 ومن هنا 2020 اليوم نكونوا كنكذبوا على راسنا لو كنتكلموا على نتائج فوريه فحتى لو فزنا بكاس افريقيا الفتيان كما قال سي حميد فلا تغني ولا تسمن من جوع ما شنو غادا تبين ليا اما تبين لي ان فيربيك خدام مزيان جاب 16 لاعب تبين لي ان ادريسي كان كيخربق جمع لاعبين ماشي هما اللي خاصهم يكونوا لو ما وقع والو فيربيك يقول هذا يلاه جبناهم هذا محطه ديال الاختبار يعني فياسكو هادشي كامل غير كنكتبوا على راسنا المنتخبات الاخرى كلها بحال هكا حتى المنتخب الاول كاس العالم 2014 احنا صافي خرجنا منها ما غنشاركوش فيها من 1998 ما كنعرفوش شي حاجه سميتها المونديال كاس امم افريقيا 2015 نظموها في المغرب وشوف واش نتاهلوا للدور الثاني ولا لا انا ما نتكلمش على الفوز باللقب لانه الطريق اللي غاديين فيها ما كتبشرش بالخير اليوم يجب اعاده كل شيء خاص الجامعه تبدل ماشي طعنا في هاد الاشخاص ولكن اللي فشل ليهم نقدر نكون انا مزيان ولكن الغالب الله ماني فشلت ما يمكنش تقول لي السي علي الفاسي الفهري ولا المجموعه اللي مع كاملين ما احنا ناجحين في تدبير الكره المغربيه لا على مستوى البطوله ولا المنتخبات فشل ذريع في هاد السنوات الاخيره كلها فاحتراما لانفسهم والشعب المغربي والكره المغربيه انسحاب الناس والناس اللي يجيو من وراهم يوضعوا اداره تقنيه كيف تكلم السي حميد وكاع من الناس مغاربه كيفهموا هاد البلاد عارفين الدروبه وعارفين الزناقي وعارفين المدن الصغرى عارفين كل شيء مزيان ويشتغلوا مع الفئات الصغيره اليوم بغينا نطبقوا الاحتراف اللي حنا جينا واحد المشروع هاجين في البطوله الوطنيه كنتكلموا على احتراف وحنا في انحراف الفرق كلهم بدلوا المدربين وتحد ما عنده باش يخلص رواتب اللاعبين ومصائب كتوقع وحتى حاصلين في برمجه مباراه او جوج مباريات الاحتراف نبداو من الفئات الصغرى مع دوك الوليدات ديال 10 سنين وديال 13 عام ونكونوهم ونتبناوهم ونوفروا لهم الظروف كامله لا على مستوى التكوين التقني ولا مستوى الدراسي في افق 5 سنين يكون عندنا منتخب اولمبي منتخب ديال الشباب في افق ديال 7 سنين 8 سنين يكون عندنا منتخب اول اللي ممكن يعطينا نتائج تكون افضل من هذا عدا هذا فغنبقاو غير كنخربقوا غنبدلوا المنتخب الاول ونمشي رشيد الطوسي ونجيبوا واحد اخر وفي الاخر ما ندير حتى شي حاجه ما غنسول حميد يعني كيف قال كريم ان الجامعه هي كتوضع راسها تحت السكين واش ما يمكنش كتغلط مع الاطار الوطني علاش ما تغلطش مع الاطار وتعطيه كل هاد الميزات باش يمكن هو تا يعمل علاش دائما كتغلط غير مع الاجنبي هي خصها تكون اصلا قناعه اكثر من هي مجامله نعم يمكن انا كتجيني الاطار الوطني كيجي غير مجامله راه حنا عندنا اطار وطني واش حنا مقتنعين حيت المشكل ملي كنقول مقتنع واش كيجي تحت الضغط يعني ممكن ضغط الشارع نعم انا كتكون انا المشكل بعجاله انا عارف المساله ديال المغرب المشكل بين بين فيغباك
والوضع ديالو وغيغيت مثلا انا كنتكلموا على غيغيت ولا اي مدرب ثاني كيكون مرتبط بالنتيجه. فيربيك ما مرتبطش بالنتيجه. فيربيك المفروض يكون مرتبط ببرنامج تقني على مدى متوسط وبعيد. للاسف لحد الان ما كاينش هذاك البرنامج. الا غادي نشوفوا حتى في المنتخب الاولمبي المغربي اللي كان مارس مؤخرا ولعب الاولمبيات ما كانش استمراريه ديال هذا المنتخب باش انه يمشي بعيد، لان الاستمراريه في نظري انا ديال هذاك اللاعبين ديال المنتخب الاولمبي هي ان دوك اللاعبين المحليين على الاقل يكونوا يركزوا ويكونوا الركيزه ديال المنتخب المحلي مثلا، كتكون واحد الاستمراريه. وغادي نرجع للمنتخب ديال الفتيان اللي كانت تقصى من قبل، وانه يكون واصل مع السي عبد الله مع السي حسن بن عبيشه اللي كيقوم بعمل جد جد ممتاز بصراحه. انا ما كنهني على هذا العمل، وان السي حسن بن عبيشه المجموعه اللي تكون عنده هي تكون استمراريه للمنتخب الاولمبي، وبالتالي كنتكلموا على برنامج ديال اللي جاي. للاسف ما كاينش برنامج، يعني هنا ما نتكلمش على النتائج حيت النتيجه ما كايناش اصلا. بحال اللي قلت السي كريم، النتيجه واش غنفوز بكاس افريقيا ونمشي لكاس العالم نفوز به، يعني ما وراء هذا هو اللي كيهمني اكثر من الظرف اللي عايشو دابا. نعم يعني حميد في ضيق الوقت، يعني كيفاش كتشوف حظوظ المنتخب في المجموعه اللي هو فيها بوتسوانا الغابون وتونس؟ بكل صراحه غادي نقول لك وغادي نكون انا متشائم كثير. نعم. نتمنى انا كمغربي نتمنى ما غاديش نجاملكم ونجامل راي المغاربه باش نقول لا، راه غادي منتخب اللي جا مده ديال شهر قبل الدوري قبل كاس افريقيا يطرح التساؤل. نتمنى نكون غلط وباننا ان شاء الله نحققوا نتائج، وانا كنقول النتائج هو الاداء والانسجام يكون حاضر، وبان تعطى الاستمراريه لهاد الاطور ولهاد اللاعبين باش انهم يمشيوا بعيد. نعم كريم، حظوظ المنتخب كيفاش كتبان لك؟ نفس الشيء اتبنى الى حد كبير رئيسي حامد وورك كاطار تقني، وما سازيد عليه. لو يعني صراحه اليوم اجتهد واعطيك رايي وتوقعات بخصوص حظوظ المنتخب المغربي، اما ساكون كاذب او منافق او واحد كيتكلم على ما شي حاجه ما عرفهاش. علاش؟ لانه حنا لو بقى سي الادريسي باللاعبين اللي عنده كنعرفوهم وعارفين ممكن نتكلم لك هذا هو المستوى ديالو. حنا امام منتخب جديد 16 لاعب اللي مازال ما شفناهمش، ما عرفناهمش كيفاش دايرين، شنو ممكن يعطيو، واش كاين الانسجام ولا ما كاينش. كمغاربه بغينا نتيجه ايجابيه، ولكن صراحه ما عندناش يعني معطيات باش نحكموا عليها، غير انه ذاك القراءه التقنيه بما انه منتخب جديد ويلاه تجمع فحظوظه تكون ضئيله جدا. كريم حضري شكرا لك على قبول الدعوه وعلى الحوار الشيق. مرحبا وسمحوا لينا طولنا عليكم. مرحبا السي حامد ورقا ايضا الاطار الوطني، شكرا لك على قبولك الدعوه. ومشاهدينا بهذا كنكونوا قد وصلنا الى نهايه حلقه اليوم.